7 سيريس، سيارة سيدان فخمة كاملة الحجم تتسارع من 0 ل 100 بأربع ثواني فاصل 7 أجزاء من الثانية. 450 حصان أوروبي بي أس، أي ما يعادل 445 هورس باور، بمحرك توين توربو تشارج سعة 4.4 لتر. أنت عم تتكلم عن تسارع 4.7، يعني أقل من تسارع الام 5 تقريبا في نصف ثانية فقط. مصروف السيارة تحسن مقارنة بالطراز السابق اللي هو صار تقريبا 8.1 ل 8.5 لتر من البترول لكل 100 كيلومتر، ممكن يطلع معك ل 8.7 على حسب دوستك واستخدامك للسيارة، مكيف شغال ولا لا. جير السيارة هو ساعد على تغيير مصروف البترول أكثر من المحرك، المحرك نفس المحرك المستخدم على الطراز السابق. تجديد نظام الترفيه بالكامل وتطويره بشاشة مقاس 12.3 إنش تعمل باللمس. هون عندكم هون كاميرا، وعندنا هون لعند مدى الجير تقريبا. أنا فيها المدى هاد فيني أستخدم إيماءات أو إشارات. سيارة بتراقب الإطارات الأربعة، بتشوف سرعة الدوران. لمن أنت بس عندك نقص بهواء الإطار نفسه بتختلف سرعة الدوران عن باقي الإطارات. عارفين أنتوا في BMW أنه في ستيرنج خلفي للإطارات الخلفية، مو ستيرنج يعني تفكروا بلف 180 درجة، لا. أنا لو بدي ألف بمكان ضيق بلف مثلا يمين آخر شيء، بكسر يمين آخر شيء، الإطارات الخلفية بتلف يسار بالعكس. ليش؟ عشان تعطيك زاوية دوران أفضل وأوسع. أو أنت على شارع سريع مثلا يجيت تتجاوز، فالسيارة نفس الشيء تعطيك، يعني أنت لفيت يسار بسرعة عالية الإطارات الخلفية بتلف معك يسار. ليش؟ عشان تشيل الوزن اللي ورا وما تخلي الإطارات الأمامية هي اللي بتسحب الوزن اللي ورا الموجود. هذا الجيل يا جماعة الخير تصميمه يعتمد على تصميم رياضي بالنسبة للأمام، تصميم شرس تتميز فيه BMW بشكل عام، وفي تقنيات جديدة منها الشبك اللي هو بيتسكر وبيفتح، هتشوفوا انتم كيف بالفيديو. زادوا السيفتي بشكل عام بهذا الطراز ككاميرات بكل مكان حول السيارة، وعندكم هون كاميرا بالنسبة للنايت فيجن أو كاميرا الرؤية الليلية، وعندكم أيضا كاميرات على الزجاج الأمامي ونظام الكونكتد درايف أيضا مثبت على الزجاج الأمامي. وأهم التغييرات اللي صارت أيضا بالنسبة للشكل الخارجي للـ 7 سيريس 2016 هو موضوع الإضاءة، ليزر لايتس، إضاءة متكيفة جدا. عم تشوف عندكم اللون الأزرق من الداخل، هذا اللي بيميز إنه أنت معك الليزر لايتس. طبعا هي الإضاءة متكيفة مربوطة بحركة الستيرنج معك، بتزيد بتخف على حسب إضاءة الطريق مثل معظم شركات السيارات الموجودة حاليا. شوف عندكم الكاميرات، أنت فيك تختار، شوف كيف اختار أي كاميرا بدي، أمام، جوانب، خلف مثلا. شوفوا أنا فيني أشوف كيف، شفتوا كيف؟ بعدين شوف شو بسوي، شايف؟ أحرك السيارة أشوف أنا كيف منظر السيارة، شايفين؟ هاي الأبراج الموجودة بالخارج، هاي المساحة الخلفية، هون عندك الكشخة الآن أنت قاعد في السيارة ومستمتع، شاشات خلفية عملاقة، وعندنا هذا الشيء اللي سوى أيضا ضجة كبيرة في عالم السيارات، التابلت. التابلت هو من سامسونج عادي، لا بتشوفه حتى مكتوب سامسونج، وتستخدمه كتابة عادي، مجرد تضغط زر اللي هو الأساسي على طول يرجعك لأبليكيشن السيارة. فيك تحكم من خلال الإضاءة الداخلية من خلال هذا التابلت. شوف فيك تختار إضاءة داخلية شو بدك أنت، شايفين هاي الإضاءة هتتغير، أخضر، أزرق، شايفين كيف كل هالألوان تتغير. طبعا أحلى لون هو اللون الرئيسي للبي ام دبليو البرتقالي. أوكي، هاي بالنسبة للإضاءة. أيضا فينا نتحكم بالمظلات أو خلينا نحكي الستائر الموجودة بالسيارة، فينا نسكر الفوق مثلا بضغطة زر، أفتح، فينا أسكر الجانبية، اوكي، وحتى الاماميه والجوانب الاخرى فيني افتح كله، فيني كلوز اول اسكر كامل، وايضا فيني من خلال التابلت اني اعمل تمرين للعضلات. حاطين لك اشاره جيم، هو مو جيم، هو تمرين لعضلات الاكتاف مثلا لتعمل استرخاء انت اثناء القياده. وبالنسبه للتليفون بالخلف، هاي التليفون موجود، هاي التليفون موجود، فيك تحط فيه سيم كارد انت وتتكلم فيه تليفون عادي، تتصل فيه كيف ما بدك، موجود في السياره دائما، كاتب لك ما في سيم كارد بالداخل. اوكي، وعندنا هون ريموت، شايفين بتسويه هون في هذا التابلت، تحكم بالشاشات الخلفيه ايضا من خلال ريموت كنترول، فيك تتحكم بالشاشات الخلفيه. سبسكرايب، فولو كل مكان، نحن معاكم.
حياكم الله، حان وقت الاسترخاء. هذه الحلقة مختصرة، لمشاهدة الحلقة الكاملة اضغط على الرابط في الوصف أسفل الحلقة.